بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هنيئا لكم ما حباكم به المولى من فضل، وما تكرم به عليكم من إنعام، حيث هيأ لكم أداء النسك العظيم الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والعتق من النار. هذا أيها الأحباب تجارة رابحة لمن وفقه الله، ومغنم عظيم لمن تقبل الله عمله. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول في حديث آخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع، يعني عاد إلى بلاده، كيوم ولدته أمه، يعني متجردا من الخطايا ومنزها من الآثام وسالما من كل ما يعكر صفوه أو يسيء إليه. فأنتم أيها الأحبة قطعتم المسافات الطويلة ونعيتم عن الأهل وابتعدتم عن البلاد، تريدون فضل الله وتريدون ما أعد لعباده الأتقياء، تريدون الفوز بالجنة والنجاة من النار. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. وصلتم إلى مكة سالمين غانمين، ذهبتم إلى ميناء ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم عدتم إلى ميناء وأتيتم البيت وانتهى الحج. بقي الآن طواف الوداع. يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. يسأل كثير من الإخوة هذه الأيام، يقول: أديت المناسك كاملة ولله الحمد. قد يكون دخل في النسك متمتعة، وقد يكون دخل قارنة، وقد يكون دخل مفردة، وكل الأنساك الثلاثة صحيحة فيها الخير والمغنم، إن كان متمتع، إن كان قارن، إن كان مفرد. فيقول: بقيت في مكة أياما وحرصت أن أصلي في الحرم وأن أطوف بين الحين والآخر، ثم ذهبت يوم التروية إلى ميناء ثم صليت فيها 5 أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة. ثم أيضا ذهبت إلى عرفة وبقيت إلى غروب الشمس، وتوجهت إلى مزدلفة وبقيت إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى الفجر، ورميت الجمار في اليوم الأول جمرة العقبة، وفي الأيام الباقية الجمرات الثلاث: الوسطى والصغرى وجمرة العقبة. وجاء إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وسعى وانتهى العمل. يقول: كيف أعرف، السؤال: كيف أعرف أن حجي مبرورا؟ أديت النسك وأكملته وحرصت أن أكون موفقا فيه، فكيف أعرف؟ لأن الناس يختلفون، منهم من يكون حظه العناء وحظه التعب وحظه الإرهاق
وحظوه تكدير الصفو والعناء الشديد، ومنهم من يلطف المولى بهم ويضاعف لهم الأجر ويجزل لهم المثوبة. يقول: كيف أعرف؟ هذا السؤال، كيف أعرف هل حجي مبرورا أم لا؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كيف نعرف حجنا هل هو مبرور أم لا؟ نقول: هذا سؤال جيد والإجابة عليه سهلة وميسورة. فأنت بإمكانك أيها الأخ المبارك، يمكنك أن تعرف هل حجك مبرورا أم لا؟ هل تعرف أن طاعتك رفعت إلى السماء أم لا؟ هل تعرف أن تعرف أن الله قد استجاب دعاك أم لا؟ ذلك واضح وجيد. فمن علامات القبول أن يستمر الإنسان في درب الخير، وأن يداوم على الطاعة، وأن يلتزم بما أمر الله به، هذا دليل على القبول. ومن علامات الرد أن يجتهد الإنسان قبل الحج، ويجتهد في ميناء وفي عرفة وفي مزدلفة ويوم العيد، ويذبح الهدي أو ينحره ويرمي الجمار، ثم إذا عاد عرف موعد الرحلة وعاد إلى بلاده فكأن شيئا من ذلك لم يكن، عاد إلى إهماله، إلى تفريطه، إلى غفلته، إلى تساهله، إلى بعده عن الجادة، إلى نأيه عن الطريق السوي. هذا دليل على عدم القبول. ودليل القبول أيها الأحباب أن يستيقظ الإنسان من رقدته، وأن يصحو من غفلته، وأن يعرف الذي بأن الذي دعاه إلى الحج دعاه للاستمرار في الطاعة، ودعاه للمداومة على التمسك بحبل الله والتعلق بشرعه والنأي عما سواه. والمولى عز وجل يقول في محكم التنزيل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تموت. ليس معناه أن تعبد ربك في موسم الحج، فإذا ذهب الإنسان إلى بلاده قال خلاص حجينا وانتهينا، لا، أن يكون الحج مدرسة تستفيد منها وتأخذ منها عبارة، وتلتقي بأحبتك من مشارق الأرض ومغاربها، فتستفيد منهم ويستفيدوا منك. هذا هو الحج المبرور، وأن يكون أثره ليس على الإنسان وحده، بل إذا عاد إلى بلده أثر الحج يبدو عليه، ويكون له الآثار الحسنة على زوجته، على أولاده، على مسجده، على جيرانه في العمل، وعلى زملائه في الطريق، وهكذا. هذا هو الحج المبرور. فاحمدوا الله أيها الأحباب، وعاهدوه على الإنابة لله عز وجل، وعدم النأي عن الجادة، وعدم الانحراف عن الطريق السوي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن سبيل الله واحد وسبل الشيطان متعددة. فهنيئا لكم أيها الأحباب، هذا الموسم العظيم الذي وفقكم الله لأدائه، وحضرتم مع المسلمين ودعوتم معهم، أسأل الله أن يجيب دعاءكم وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة. ماذا بقي؟ بقي طواف الوداع. إذا أراد الإنسان أن يسافر يطوف طواف الوداع، يعني قبيل السفر. يسأل أحد الإخوان يقول: أنا بسافر بعد 3 أيام، سأسافر يوم الخميس مثلا أو أسافر يوم الجمعة، يصلح أطوف طواف الوداع الآن؟ نقول لا، قبيل السفر ولا مانع بعد أن يطوف طواف الوداع أن يصلي الفريضة مثلا. يقول بعضهم: إذا صليت المغرب وطفت طواف الوداع هل أبقى وصلي العشاء أو لا؟ نقول: لا مانع، لا مانع أن يصلي الإنسان الفريضة، ولا مانع أن يأكل
ولا مانع أن يشتري بعض الهدايا، ولا مانع أن يحاسب الفندق، كل ذلك أمر جائز. وإنما يكون آخر عمل الإنسان في مكة هو طواف الوداع ويسأله، وإذا أمكن أن يقف عند الملتزم، عند الملتزم، والملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يقف الإنسان ويدعو، يسأل الله من فضله ويسأل الله من كرمه بأنه جاء من بلد بعيد وأنفق الأموال الطائلة وبذل الغالي والرخيص وترك الأهل والولد ونأى عن البلاد، يرجو ثواب الله ويريد العتق من النار. فيقول: فإن تبت علي فازدد، أو وإن رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، يعني قبل أن أبتعد. ويسأل الله. يقول بعض الإخوان: إذا طفت في الوداع أرجع على وراء، يعني بدل ما يمشي متجه إلى أبواب الحرم يخرج، يقول يرجع. نقول لا، طريق عادي، واسأل ربك وأكثر من التحميد والتهليل والتبكير. هنا بعض الأسئلة أيها الأحبة نقرأها. يقول أحد الإخوان، يقول: بأني طفت وسعيت وطفت طواف الوداع ثم أتيت الكعبة، فهل علي طواف وداع آخر؟ لا، نقول طف طواف الإفاضة أول ثم طف طواف الوداع. لو نويت بالطواف الأخير، نويت به الإفاضة وأدخلت عليه الوداع، جاز طواف واحد، ثم لا داعي لأن تطوف طوافا آخر. وإن تمكنت دون مشقة عليك فحسن، وإن تمكنت دون مشقة عليك أو على إخوانك من الحجاج فحسن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وأفضل ما يتعبد به الأفقي، أفضل ما يتعبد به الأفقي، يعني اللي جاي لحج والعمرة ولا ليس من المكة، أفضل ما يتعبد به هو الطواف. لأن العبادات قد يؤديها الإنسان في مشارق الأرض أو مغاربها، في أي مكان، لكن الطواف ليس هناك طواف إلا في هذا المكان، بشرط ألا تشق على نفسك أو على إخوانك الحجاج والمعتمرين. يقول أحد الإخوان: إذا أردت أن أتعبد بالطواف، هل لي أن أطوف شوطين أو ثلاثة ثم أخرج؟ نقول لا، أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، سواء كان ركنا كطواف الحج، طواف الإفاضة، أو واجبا كطواف الوداع، أو مسنونا كالطواف الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه، أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. يقول: بدأت في طواف الطواف فأقيمت الصلاة. نقول: أدخل في الصلاة، فإذا انتهت أكمل. يقول: حضرت جنازة وأردت الصلاة عليها. نقول: لا مانع، صلي عليها ثم أكمل. يقول: انتقض وضوئي. نقول: لا، مدام انتقض الوضوء لازم تخرج وتتوضأ وتبدأ من جديد. يقول: لو طفت ثلاثة أشواط وانتقض الوضوء أتوضأ وآجيب أربعة باقية؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الطواف بالبيت صلاة، فلو صلى الإنسان المغرب ركعتين ثم انتقض وضوءه، هل نقول توضأ وجب ركعة بعدين؟ لا، لازم يبدأ بالصلاة من جديد. يقول الأخ الكريم: هل نتوسل بالرجل الصالح؟ نقول لا، التوسل بدعائه. تقول: يا أخي أدعو لي، لا تنسانا من دعائك. وعمر رضي الله عنه يقول: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فإذا يعني أخوك رجل صالح تقول: لا تنساني من دعائك، فيدعو لك، يدعو لنفسه ولمن أوصاه بالدعاء. أما أتوسل بفلان فهذا لا يجوز بحال من الأحوال.
يقول السائل الكريم: عرفنا بأن الصلاة بمكة في المسجد الحرام 100,000، هل مساجد مكة الأخرى في العزيزية مثلا أو في أي مكان من أحياء مكة؟ نقول مكة كلها حرم، مكة كلها 100,000 صلاة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك آية كريمة. الآية تقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والثابت أن الإسراء من بيت أم هاني أخت علي رضي الله عنه، وهي بجوار المسجد، فدل على أن مكة كلها حرم، كل مكة 100,000 صلاة. حسبها بعض العلماء قال تعادل صلاة 55 سنة وستة أشهر وعشرة أيام، وهذا من فضل الله وإنعامه. لكن المسجد الحرام هذا يعني يختلف عن بقية المساجد، ولا كل مكة 100,000. بما يختلف؟ يختلف فيه مزايا ثلاث لا توجد في غيره، مزايا ثلاث ما توجد عندنا في العزيزية ولا في الرصيفة ولا في العوالي. ما هذه المزايا؟ أولا قدم المكان، مكان قديم، من متى؟ من وقت إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ثانيا كثرة المصلين، يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلمون عليك وتسلم عليهم. ثالثا مش القرب من الكعبة، تشاهدها بعيني رأسك. وكم من الآباء وكم من الأجداد كانوا يتمنون رؤيتها فانتقلوا إلى الدار الآخرة قبل أن يتمكنوا من ذلك. فأنت أيها الأخ المبارك وفقك الله وهيأ لك مشاهدة الكعبة والنظر إليها والقرب منها، لأن الإنسان مثلا في مشارق الأرض ومغاربها يتوجه إلى الجهة، وأما اللي في الحرم أو قريب منها فيتوجه إلى عين الكعبة. يعني الآن أمامنا، ما يصح الإنسان يقول كذا ولا يصح يقول هكذا، يعني ما يتوجه إلى الجهة وإنما يتوجه إلى عين الكعبة. يقول: رجل متزوج بامرأة لا تصلي فما الحكم؟ نقول: الصلاة عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب أيها الأخ الكريم أن تحرص على دعوتها وإرشادها وبيان الحق لها، هذه أم أولادك وشريكة حياتك، كيف ترضى أنها لا تصلي؟ أولادك ينشأون على غرار أمهم، لكن اعمل جهدك وابذل الغالي والرخيص أن تستجيب هي إليك وتقوم بما فرض الله عليها. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بيننا بين الإسلام وبين الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهي عمود الإسلام، وأراء العلماء أن من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر، لكن من تركها تهاونا أو كسلا فإنه ينبه، فإنه يرشد، فإنه ينصح، لعل الله أن يهديه. ويقول فيها الناظم في من تركها تهاون وكسل، يقول: والشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابه، يعني يضربه الإمام،
وأبو حنيفة قال يضرب مرة هملا ويترك مرة إيجابا. يقول الناظم: والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صوابا، يعني إما يسجنه، إما يجلده، إما يجعل عليه غرامة، إما يؤدبه، إما يعطي جائزة على أنه حافظ على الصلاة وهكذا. والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صوابا. فأنا أقول للسائل الكريم: حاول مع زوجتك أن تعود إلى الرشد وأن ترجع إلى الصواب، وإذا رأت منك الجد سوف تستجيب لا محالة، وأرضيها بما يكون سببا في استجابتها إن شاء الله. يقول السائل الكريم: يقول إني أديت مناسك الحج ولله الحمد، لكن زوجتي جاءتها الدورة، يعني العادة الشهرية يوم التروية يوم 8، وهي إلى الآن إلى الآن عليها الطواف والسعي، وعملت جميع المناسك الأخرى في مدة الأيام الماضية. يقول: أنا طفت على، يقول الشهوة إذا باشرتها الآن نقول لا، ما يصح المباشرة إلا بعد أن تطهر وتؤدي النسك بعد الاغتسال، لأن الإنسان لو باشرها الآن هي ما أدت، يعني ما تحللت، فيكون عليه الفدية، وهي كذلك عليها فدية، هو إن تام عليه لكن هي عليها الفدية. ولو حصلت المباشرة مثلا في مزدلفة نقول فسد الحج ويلزمهم المضي فيه وعليهم الحج من العام القادم وعليه بدنه ونفرق بينه وبين المرأة في السنة القادمة إلى آخره، لكن حاولوا أنكم يكونون كل واحد بعيد عن الثاني، ولا يحصل إن شاء الله إلا الخير. وإذا انقطع العذر مدام يوم التروية يوم 8، اليوم 17 غالبا يكون إما الليلة ولا بكرة يحصل الطهر، وإذا طهرت تأتي للحرم وتؤدي نسكها ثم تفعلون ما أحل الله لكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز شراء هدايا بعد طواف الوداع؟ نقول نعم، تشتري ما شئت من الهدايا بعد طواف الوداع، ويكون طواف الوداع قبيل السفر بساعات مثلا أو نص نهار أو ليلة أو كذا، لكن إذا كنت بتسافر يوم الخميس أو يوم الجمعة ما يصح طواف الوداع الآن، وإنما قبيل السفر. ولا مانع من شراء هدايا أو محاسبة الفندق أو أن يتناول الإنسان طعاما أو ينام أو غير ذلك. يقول: هل هناك أعمال غير الصلاة في البيت الحرام لها أجر عظيم؟ كل ما تفعله في مكة مما يرضي الله فيه الأجر العظيم والثواب الوافر. هذا سؤال يتكرر من بعض الإخوان، يقول: إننا أتينا من بلادنا وأدينا النسك كاملا، ونريد الآن أن نطوف، بقي علينا طواف الوداع، ونريد أن نذهب إلى المدينة ثم نعود إلى مكة، هل نؤخر طواف الوداع؟ نقول لا، قبل سفركم إلى المدينة تطوفون طواف الوداع، لأنكم لا تدرون هل تعودون أم لا. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني أن تقول إننا من المدينة سنرجع هذا في حسبانك، لكن الله أعلم هل يتم أو لا. فأنصح الإخوة ألا يغادروا إلا بعد أدائهم كامل مناسك الحج وآخرها طواف الوداع. يقول السائل الكريم: هل يجوز أداء العمرة لوالدي المتوفي قبل أن أداء طواف الوداع؟ نقول نعم، يعني أنت الآن تبي تسافر يوم 20 يوم 22 وقلت بعد بكرة أذهب أخذ عمرة، فالمكي إذا أراد، أنت بعد مكي، المكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، وإذا أراد الحج أحرم من بيته.
يقول: امرأة رمت جمرة العقبة الكبرى ولم ترمي في أول أيام التشريق، وكلفت رجل يرمي عنها. نقول: لا مانع من ذلك، لأنها عاجزة عن الرمي، فيصح للإنسان أن يرمي بنفسه وأن يوكل من شاء، كما ورد ذلك في حديث جابر رضي الله عنه. يقول السائل الكريم: هل يجوز طواف الوداع قبل مغادرة مكة بيوم كامل؟ نقول: يوم كامل قد يكون طويل، لكن لو بعض يوم يكون أحسن. وهل يجوز شراء أغراض بعد طواف الوداع؟ نقول: نعم، لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: في عنده شيء من الرياء، كيف النجاة منه؟ نقول: يسأل الله أن يحميه وأن يصونه وأن يتضرع إلى ربه، فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بنجاة عبده منه، والرياء هو الشرك الأصغر كما ورد. يقول: أديت فريضة الحج، والآن يجوز أن أؤدي العمرة عن والدي؟ نقول: نعم، يجوز أن تؤديها، ونسأل الله القبول. يقول السائل الكريم: هل يجوز عند لقاء الأب أو الأم بعد فترة العودة من السفر، بعد الرجوع من السفر، هل يجوز تقبيل أرجلهم؟ نقول: قبل أيديهم، قبل أيديهم، قبل رأس أبيك، قبل رأس أمك، يكون أولى من الأرجل. يقول الأخ الفاضل: نحن سوف نسافر غدا إن شاء الله صباحا بعد الفجر، هل أستطيع الطواف الآن بعد العشاء اليوم؟ نقول: نعم، بعد صلاة العشاء تطوف طواف الوداع وتتضرع إلى الله في قبول النسك. يقول: إني رميت يوم العيد جمرة العقبة بعشر حصيات وليس بسبع. نقول: السبع كافية، السبع كافية، فإذا كنت متعمد لا يجوز، لأن هذا نسك، وإذا كان بطريق الخطأ فالخطأ إن شاء الله يعفى عنه. يقول السائل الكريم: امرأة حامل وفي شهرها الأول، وبسبب المشي والمرض وشدة الحرارة سقط الحمل وخرج منها الدم، فهل هذا دم نفاس؟ لا، هذا دم فساد، دم فساد لا يمنع من العبادة، لأن دم النفاس إذا بلغ أكثر من 4 أشهر الحمل، أما الآن شهر واحد فهو لا يؤثر وتؤدي عبادتها. يقول السائل الكريم: إذا أردت أن أرمي الجمرات عن غيري، فالأرمي لنفسي الثلاثة أول ثم أعود إلى الجمرة الأولى وأرمي عن غيري؟ لا، ترمي عن نفسك وفي مكان، ثم تتبع ذلك بالرمي عن غيرك، ترمي عن نفسك ثم تقول: عن زوجتي، ثم عن ابني، ثم عن صديقي، في مكان واحد، ثم تنتقل إلى الجمرة الأخرى، ثم تنتقل إلى الثالثة، وهكذا. يقول: هل الطهارة في الطواف شرط؟ نقول: نعم، لأن الطواف بالبيت صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لابد لها من رفع الحدث، من رفع الحدث. هذا سؤال من أحد الإخوان وهو يتكرر، يقول: إني أثناء الطواف حصل عندي شك، ما أدري 6 ولا 7، ما أدري 5 ولا 4، ما أدري 3 ولا 2. نقول: لا يخلو الأمر من حالتين، إذا شككت وأنت تطوف تبني على اليقين، يعني 6 ولا 7 تقول 6، 5 ولا 4 تجعلها 4، 3 ولا 2 تجعلها 2، إذا شككت وأنت تطوف. أما الشك بعد الفعل، يعني بعد ما تروح للفندق: والله يمكن أنا ما طفت إلا 5، ما طفت إلا 6، ما أكملت، نقول: لا، ما تنظر إلى هذا، لأنه قد يكون سببا في الوسوسة وسببا في الاضطرابات لدى الإنسان، وإنما إذا شك أثناء الفعل بنى على اليقين،
وإذا شك بعد الفعل لا ينظر إليه. ونسأل الله أيها الأحباب أن يتقبل حجكم وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة وأن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين موفور الصحة والعافية وتجدوا الأهل على خير ما يرام. ونكمل دروسنا إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.